ما تزال صفحات التاريخ المصري مرصعة بنماذج أضاءت لنا الطريق، منهم من نال حقه من الشهرة والأضواء، ومنهم من آثر أن يعيش راهبا في محراب موهبته وإبداعه. ونحن نتجول في شوارع المدينة المصرية الأروع، وعلى شاطئ الأسكندرية هبت رياح الأدب والثقافة تحمل في جنباتها بشرى ميلاد واحد من أنبغ أدباء مصر. في عام 1935 ولد الأديب المصري الكبير محمد حافظ رجب، ربما تسمع الاسم لأول مرة، ولكنه واحد من أهم رواد التجديد في القصة العربية القصيرة، بما تركه من مجموعات قصصية متميزة، من بينها غرباء والكرة ورأس الرجل عام 1968، مخلوقات براد الشاي المغلي عام 79، وحماصة وقهقهات الحمير الذكية، واشتعال رأس الميت عام 92، وطارق ليل الظلمات عام 1995، ورقصة مريحة لبغال البلدية عام 99، وعشق كوب عصير الجوافة عام 2003. أقام الأديب محمد حافظ بمحافظة الإسكندرية، وارتحل إلى القاهرة فترة عمل خلالها بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، ثم عاد إلى الأسكندرية عام 1962 ليواصل معتكف الكتابة. وحين نزل إلى القاهرة ليثير الجدل بإبداعه، التحق بالعمل في المجلس الأعلى للثقافة مع الأديب يوسف السباعي، لكنه لم يحتمل قيود الوظيفة ولا صراع المثقفين في زحام القاهرة الخانق، فطار إلى الأسكندرية مرة أخرى ليعتزل الناس في صومعة الأدب ويعيش في الظل حتى وفاته عن 86 عاما. في هذه الندوة التي تعقدها المؤسسة العربية للإعلام والثقافة ضمن مشروع الشخصية المصرية، نسلط الضوء على هذا الرائد الذي ظلمه الكثيرون فلم يحصل على أي جائزة غير تقدير القراء والمبدعين ونذر يسير من التقدير. بدأ أديبنا بائعا للمحمصات ليصبح وجوده في ميدان محطة الرمل وسط باعة الجرائد المعدومين والزبائن الأرستقراطيين ولغات وثقافات مختلفة خليطا محفزا للكتابة عن متناقضات الحياة. في فبراير من العام 2021 رحل عنا محمد حافظ رجب، أحد أهم رواد جيل الستينيات وصاحب تجارب فريدة في القصة القصيرة، وفي جعبته قصص كثيرة لم تنشر بعد، وسيرة ذاتية بعنوان مقاطع من سيرة ميم في سطور، وبعض اليوميات التي لم تنشر، تاركا خلفه الباب مفتوحا لسؤال لا يفارق رؤوسنا: من يكتشف اللؤلؤ والمرجان في أقاليم مصر المحروسة؟ ومن يفتش عن كنوزها الأدبية؟